أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا خلال أيام العيد. أدى جموع من المواطنين صلاة العيد في عدد من ساحات وأحياء مدينة تعز رغم التحذيرات من تفشي فيروس كورونا، ويأتي أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد مخالفا لقرارات السلطة المحلية القاضية بإغلاق المساجد ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا. من جهتها حذرت مصادر طبية من أن عدم الالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية يهدد بزيادة تفشي الوباء في المدينة التي يعاني قطاعها الصحي من التدمير والنقص الحادي للأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحرب. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الإجراءات التي اتخذت لمحاربة كورونا في اليمن وهل هي كافية؟ ولماذا يواجه الناس الجائحة بكثير من التسويف وأين يكمن الخلل؟ نشاهد التقرير التالي ومن ثم نبدأ النقاش. كورونا في اليمن ذاك ما بات معروفا للجميع، لكن الوباء يتجول في المدن دون رقابة وجهد حقيقي لإيقاف انتشاره. لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة عن مدى انتشاره باستثناء ما توفره الإمكانات البسيطة للرصد والمعالجة في بلد انهارت فيه كل بنى الدولة، ومنها القطاع الصحي الذي أصبح منهارا تماما حسب توصيف الأمم المتحدة. على الجانب الآخر للأزمة وهو الجانب الوقائي، فالواضح أن الناس لا تكترث كثيرا لأمر الوباء، وتبرر ذلك بكثير من الثقافة الخاطئة والجهل بخطورة الجائحة. وليس من المستغرب أن تجد كثيرا من الناس يقدمون إعفاء للبلاد من الوباء. أعتقد أن كورونا هذه هي مخصصة باليهود والنصارى، يعتبر أنهم أذوا الإسلام والمسلمين، فالآن يحسدوا الآن يعني ذنوبهم. ونحن إن شاء الله في اليمن لن تقربنا اسم فيروس كورونا هذا أبدا مهما كان الثمن، وأنا أكد لكم 100% إنما هذا بس تضليل على أساس إنه إعلامي، تضليل إعلامي ليس له أي أساس. هذه اللامبالاة في التعامل مع الوباء قد يكون مردها فقدان الأمل بالحياة والاستسلام لظروف الحرب التي تعيشها اليمن، فكثير لم يعد فارقا بالنسبة لهم أن يكون الموت بالحرب أو بكورونا أو غيره من الأوبئة والحميات التي تنتشر في طول البلاد وعرضها. لكن تبريرا كهذا لا يعني المغامرة في مواجهة موت من السهل تجنبه. السلطات المحلية في كثير من المحافظات تبدو حتى الآن مقصرة وغير قادرة على التعامل مع الوباء، وفشلت حتى الآن في تنفيذ إجراءات السلامة المتبعة، فما زالت تجمعات الناس في المساجد والأسواق والمنتزهات على حالها، وذاك استهتار قد يقود إلى عواقب وخيمة لا يحتملها البلد المنهك بالحرب. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الناشط الحقوقي البراء شيبان، وأيضا ينضم إلينا مدير دائرة الإعلام والتثقيف الصحي تيسير السامعي ونائب مدير التثقيف والإعلام الصحي هناك، مرحبا بكما معنا. نبدأ مع السيد البراء شيبان. بداية، من المسؤول عن استفحال وباء كورونا وانتشاره في البلاد بهذه الطريقة؟ طبعا تحية لك في البداية، وعيد مبارك لك، وعيد مبارك لك لجميع المشاهدين وعلينا وعليك. بالنسبة لانتشار الوباء، الوباء بحد ذاته هو يعني انتشر في العالم بأجمعه، حتى في الدول التي لديها إمكانيات وإمكانيات صحية وبنى تحتية كبيرة جدا أيضا واجهت مشاكل كبيرة في مواجهة هذا الفيروس. لا أعتقد أن هناك أحد يعني يتحمل مسؤولية انتشاره، هناك مسؤولية في عدم التعاطي مع هذه الجائحة، وكل والمسؤولية أنا أعتقد مشتركة وكل على حسب السلطة التي تحت يده.
في صنعاء الحوثيين هم المسؤولين، وذلك لأنهم إلى هذه اللحظة لا زالوا ينكروا الأرقام ويخفوا الأرقام والمعلومات والبيانات التي تخرج من هناك شحيحة جدا. الحكومة اليمنية مسؤولة حتى في المناطق التي هي تسيطر عليها، ومثلا لو ضربنا على سبيل المثال محافظة مأرب لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لا في مأرب ولا يعني كانت هناك بعض المساعي من قبل محافظ حضرموت إلى حد ما كان يغلق بعض الأماكن العامة، ولكن سرعان ما تنفتح، يعني ليست هناك مواجهات حقيقية وإجراءات تنفذ على أرض الواقع. وفي عدن طبعا المجلس الانتقالي، رأينا الآن عدن صارت منطقة موبوءة للأسف الشديد، والتعامل ما يزال حتى هذه اللحظة ليس بمقدار الكارثة التي هي موجودة. وفي كلمة واحدة أريد أن ألخص هذا الوضع، أنه يبدو أنه حتى على مستوى المسؤولين لم يستوعبوا حتى هذه اللحظة خطورة هذا المرض وما هي النتيجة والعواقب من اللامبالاة وعدم المسؤولية. ورأينا نعم. على سبيل المثال في محافظة تعز عندما تدعي السلطة المحلية في إلى إفطار جماعي، يعني قمة قلة المسؤولية في اللحظة نعم. التي ينتشر فيها وباء، والأوضاع الصحية في المستشفيات في تعز كلنا نعلم مدى السوء الذي وصلت إليه. نعم، عدم الإدراك خطورة هذا المرض. ننقل هذا التساؤل إلى السيد تيسير السامعي، نائب مدير التثقيف والإعلام الصحي. بداية مرحبا بك معنا. اليوم هناك انتقادات توجه للسلطة المحلية في تعز بالذات بسبب عدم إلزام المواطنين وأيضا عدم استيعاب خطورة انتشار المرض في البلاد. بداية كل عام وأنت بخير أخي، ولكل العز ولا العاملين في قرى القيس، وأيضا للزميل الأخ براء، وأيضا لجميع المشاهدين وأبناء الشعب اليمني، وأتمنى أن يعود علينا هذا العيد بالخير واليوم والبركات وقد تحررت بلادنا من الحرب والأوبية. آمين. أما بالنسبة لسؤالك، بالنسبة أخي لسؤالك، أولا أنا أحب أن أقول لك أنه الآن يجب أننا نتعامل مع هذا الوباء من منظور إنساني بحت، لأنه هذا وباء ومرض هو عبارة عن كارثة إنسانية اجتاحت العالم بشكل عام ووصلت إلى بلادنا للأسف الشديد، والآن سببت حالات، ونحن الآن يعني تجاوزنا أكثر من 220 حالة حتى الآن التي تم الإعلان عنها، وهناك محافظات لا تزال يعني تعيش في حالة من التكتم عن الحالات لم يعلم بعد. طبعا الكارثة قد حلت بلادنا، ويجب علينا أننا نستشعر المسؤولية، والجميع عليه أن يستشعر المسؤولية ويشعر بالخطر. هذا وباء عالمي عجزت أمامه أنظمة صحية عالمية وقفت حائرة أمام ذلك، فما بالك يعني بلادنا التي تعاني من نظام صحي منهار تماما. نعم أخي تسمعني؟ نعم نعم سامعك. لكن هنا فيما يتعلق بكونكم جهات معنية فيما يتعلق بالتثقيف الصحي في البلاد، كيف يعني تردون على هذه الانتقادات حول عدم إدراككم لخطورة انتشار الوباء وتثقيف الناس حيال ذلك؟ أخي الحبيب، نحن في محافظة تعز، سواء في محافظة تعز أو في محافظة الجمهورية بشكل عام، الإعلام والتثقيف الصحي أو القطاع الصحي بشكل عام يعمل منذ أكثر من 3 شهور، يعني نعمل بشكل متواصل، ولدينا غرفة عمليات تعمل بشكل يعني دوري على مدار الساعة، نستقبل بلاغات، نقوم بتوعية الناس. صحيح هناك حالة من عدم المبالغة من الناس، لكن الأمانة أنا أقول أن هناك حالة من الوعي عند أغلبية الناس. أنا سأضرب لك مثلا بسيط، في مناطق الريفية مثلا في قريتي هنا يعني في منطقة سامع، اليوم لم يصلوا العيد رغم أنهم في منطقة ريفية بعيدة، ربما قد تكون بعيدة نوعا ما عن وصولها، لكن حالة الوعي عند الناس جعلتهم لا يصلون العيد، معظمهم صلوا العيد في بيوتهم واحتقروا بيوتهم، وهذا كان نوع من الاستجابة والتفاعل مع الدعوات التي يعني دعوات. لكن سيد تيسير، لو كنت تشاهد معي هذه الصور الآن التي كنا نعرضها لصلاة العيد في تعز، هناك ازدحام غير مسبوق وغير عادي للناس في الشوارع لأداء صلاة العيد،
كيف لماذا لا يتم إلزام الناس بالحجر المنزلي وحتى إلزامهم بالصلاة في البيوت؟ أنا كما قلت لك يعني هناك حالة من الالتزام لدى غالبية من الناس، لكن تظل هناك نسبة من الناس لديها نوع من الاستهتار ولا مبالاة، وهذه مشكلة نحن نعتبرها يعني مشكلة عويطة بالنسبة لنا كالتثقيف الصحي. والآن واجبنا كيف أننا نوصل الرسالة الصحية الصحية لهؤلاء الناس. نحن نشعر بالمسؤولية، أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا ويجب أن نقوم بها، أن هؤلاء الناس الذين الآن ما زالوا يشكلون خطر، وكل شخص من هؤلاء الأشخاص، الشخص الواحد إذا هو يحمل الفيروس سيكون قنبلة موثوقة وسيؤدي انتشار الوباء. فنحن فعلا يعني هذه مشكلة، ونحن نشعر بالمسؤولية، ونقوم بدور كبير جدا في جانب التثقيف والتوعية. هناك تفاعل، صحيح هناك تفاعل من الناس، لكن هناك يعني ما للأسف الشديد نسبة من المجتمع لا تزال يعني منكر للوباء. شخص يتحدث أنه هذه مؤامرة أو أنه هذا غير موجود. نحن نريد أننا نوصل رسالة للناس أن هذا وباء عالمي، هذه كارثة إنسانية أصبحت العالم بشكل عام، وصل إلى بلادنا ونحن جزء من هذا العالم، ويجب أننا نتعامل معه كما تعامل مع العالم بشكل عام. يعني نعم. الآن واجبنا كيف أننا نحمي أنفسنا. نحن النظام الصحي شبه منهار، لا نستطيع الصمود لساعات، لذلك لا يوجد أمامنا إلا مواجهة هذا الوباء من خلال التوعية والتثقيف والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والنظافة الصحية ووسائل الوقاية. لا إذا ابقى معي سيد تيسير، ابقى معي ننقل تساؤل آخر للسيد البراء شيبان. سيد براء، أشرت إلى هناك عدم مسؤولية في التعامل مع هذا الوباء، وأيضا خطورة انتشاره في بلد فقير مثل اليمن. إلى أي مدى يمكن أن يصل الوباء بالانتشار في اليمن؟ أنا أخشى أن اليمن مقبل على كارثة إذا لم نتدارك الوضع، لأن هناك كل العوامل لانتشار وباء وعدم اتخاذ إجراءات تحد من الانتشار موجودة في اليمن. لا نظام صحي، لا سلطة مسؤولة، لا قدرة على يعني فرض سياسات التباعد الاجتماعي. كل الظروف مهيئة. هناك إشكالية أساسية، أن نحن نقارن الوضع الآن في اليمن بالدول التي هي متقدمة، ونقول خلاص ما دام هو انتشر في الاتحاد الأوروبي، في الولايات المتحدة، في المفارقة يا عزيزي، أن هذه الدول حاولت تتعامل مع الوضع رغم كل التحديات الموجودة. يعني ما أريد أن أقوله أنه في اليمن نريد مثلا على الأقل أن يطلع المسؤولين الصحيين، يطلعوا الناس بشكل يومي ما هي الأرقام التي تصل المستشفيات فقط. لا نريد يعني الآن نحن لا نطلب أن يفعلوا إحصائية لمدى انتشار الفيروس في كل عموم محافظات الجمهورية. على الأقل الحالات التي تصل للمستشفيات نكون على علم، يكون المواطن على علم بها. النقطة الثانية، حتى هنا أنا أعيش في لندن، عندما بدأت الفيروس في الانتشار الناس لم يتعاملوا معها بجدية، عندما بدأوا يسمعوا رئيس الوزراء يخرج بشكل يومي ويعلن عن حقبة سياسات، يعني فرض منظومة وحقبة سياسات جديدة تحد من التقارب الاجتماعي بين الناس، ثم بدأوا يسمعوا الأرقام. عندما يسمع المواطن أن هناك أرقام تصل إلى المستشفيات وهناك أرقام وفيات بشكل يومي، يبدأ يستوعب أن هذه قضية خطيرة. ومن هنا أنا أنادي من خلال بلقيس، يعني كلا حتى على مستوى المحافظات، يعني أتمنى من محافظ مأرب أن يكون هناك لديه مؤتمر صحفي يومي يطلع ويخبر الناس ما هي الحالات اللي وصلت المستشفيات داخل مأرب، ثم يلتقوا مع المسؤولين الصحيين، ثم يذهبوا اليوم التالي ويخبروا الناس بالمستجدات، وهكذا في كل محافظة على الأقل ضمن الإمكانية الموجودة معنا. لكن أن تكون هناك عدم مسؤولية لهذه الدرجة، يعني اليوم في محافظة تعز صلاة العيد، الناس بتجتمع صلاة العيد، يعني السلطة المحلية لا تستطيع
حتى أنها تفرض سياسة واحدة، وهي يعني لا أتحدث أنا أن نحن سنتمكن من فرضها على كل مكان، لكن على الأقل المكان الذي تحت سيطرتك، صلاة العيد الناس تصلي في بيوتها وخلاص، أو 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 تكون الصلاة محدودة بحيث تكون هناك مسافة بين الناس، رمزية صلاة العيد تقام وخلاص وتنتهي المسألة. هذا عدم الإدراك وعدم تحمل المسؤولية من المسؤولين ينعكس على المواطن الذي لا يشعر أنه أن الوباء حقيقة منتشر. ومثلا في صنعاء نسمع عن وفيات بشكل عام بشكل يومي تقريبا، ولكن بشكل عام لأن الحوثيين متكتمين الناس لا يتعاملوا بطبيعة الحال مع مدى يعني مع خطورة انتشار الفيروس. نعم، هذه اللامسؤولية والنقاط التي أشرت لها كيف تؤثر بنظرك حيال تساهل وإهمال الناس من التعامل مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعدم تهيئتهم للتعامل معه؟ الذي يحصل أن كل شخص يعتقد أنه حتى وإن كان مقتنع أن الفيروس خطير لكنه يقتنع أنه ما زال لم يصل يعني لم تصل خطورة بالحد أو أنه لم ينتشر إلى الحد الذي هو يجب أن يتبع فيها إجراءات معينة، وبالتالي يتساهل المواطن. أنا قلت لك يعني هنا في بريطانيا كانت حتى اليوم الأخير القطارات مزدحمة، الحدائق مزدحمة، الشوارع مزدحمة، إلا عندما بدأوا يشعروا أن هناك فرض من الدولة وبدأوا يسمعوا عن أرقام. كل يوم نسمع عن أرقام وفيات جديدة 700 800 بشكل يومي، بدأوا يستوعبوا أن القضية خطيرة جدا وأنها أخطر بكثير من فقط التعامل أو الطريقة التي ظلوا يواجهوا فيها 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 الفيروس. والآن الأرقام تقل، ولذلك أنا أعتقد المسؤولية الآن على المسؤولين على الأقل في السلطات المحلية في كل محافظة أن تكون هناك لديهم إحصائية يومية يخرجوا فيها بشكل يومي ليخاطبوا بها الناس. نعم، شكرا جزيلا لك البرا شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا من بريطانيا. نعود للسيد تيسير السامعي. سيد تيسير، هناك من يقول أن السلطة المحلية لم تلتزم هي بنفسها بالإجراءات الضامنة لإيقاف انتشار الوباء، ما انعكس ذلك على تساهل المواطنين، كيف ترى ذلك؟ طبعا هذه وجهة نظر محترمة أيضا، وأحب أن أقول أنه لما ذكر الأخ البراء أنه نحن في محافظة تعز لدينا تقرير يومي يصدر يوميا بشكل يومي عن عدد الحالات وعدد حالات الوفيات وعدد حالات التعافي. نحن نصدر هذا التقرير بشكل يومي عن طريق لجنة الطوارئ، الناطق الرسمي بلجنة الطوارئ، ونحن أيضا بإدارة الإعلام والتثقيف الصحي يعني نقوم بنشر التقرير هذا بشكل يومي. وحتى الآن سجلنا 21 حالة، منها 5 حالات وفاة و3 حالات تعافي. هذه الحالات التي يعني قد وصلت وتم تشخيصها وتم فحصها يعني لذلك انا اقول انه لا. لكن ماذا عن, عن 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 العقوبات للمخالفين سيد تيسير؟ يا اخي الان نحن طبعا نريد تكاتف كل الجهات، يعني ليس القطاع الصحي بشكل يعني منفردا يستطيع مواجهة هذه الكارثة. نحن نريد على الجهات الأمنية أن تقوم بدوره، أيضا على الجهات الأوقاف والإرشاد تقوم بدوره، الكل لابد أن يتضافر الجميع. ورأس مالنا في الأخير هو المواطن، المواطن هو الذي إذا وعى وإذا وصلت إليه الرسالة الصحية بشكل صحيح. هنا سؤال لماذا نعم لو قطعتك سيد تيسير، يعني لماذا السلطة المحلية لا تقوم بدورها وتقوم بمنع تجمعات وإغلاق المساجد، خصوصا أنها لا تستطيع أن تسيطر على الانتشار؟ أنا حسب متابعتي منذ خلال 3 أشهر أو أكثر، وأنا أرى أن السلطة المحلية تقوم بجهود كبيرة جدا، لكن احيانا هناك امكانيات يعني اشياء يعني صعبه يعني صعب تحقيقها. يعني مثلا المساجد كان هناك عمليه لاغلاق المساجد، لكن سيد المنتزهات ما زالت مفتوحه، المساجد ما زالت مفتوحه، الاسواق منتشره والتجمعات بشكل مخيف خصوصا في الاعياد.
أنا أكمل لك الفكرة. طبعا كان هناك تعميم من مكتب الأوقاف للمساجد والتزم أئمة المساجد، لكن للأسف الشديد وجدنا أن أشخاص آخرين يقومون بفتح المساجد يعني، وهناك بعض المساجد من تم اقتحامها من قبل بعض الأشخاص يعني رغم التزام أئمة المساجد وخطباء المساجد الرسميين، لكن للأسف الشديد كنا نفاجأ أن هناك ناس يقومون بتنصيب أئمة وخطباء غير الأئمة يعني، وكان يغلق المسجد فنلاحظ أنه الناس يصلون خارج المسجد يعني. المشكلة أنه للأسف الشديد هناك، أنا أقول بشكل عام أنه الغالبية العظمى من أبناء تعز يعني لديهم روح المسؤولية وهناك التزام، لكن هناك يعني نسبة قليلة من الناس فيها نوع من الاستهتار يعني عدم التصديق. هناك بلغ الأمر الثالث أيضا، هناك ناس يا أخي الحبيب ايضا فقدوا اعمالهم يعني، من الصعب انه يفقد عمله يعني، الذي يعمل بالسوق يقول لك انا مصدر رزقي، من اين ساكل؟ من اين ساكل اذا تركت السوق؟ ما من اين ساكل اطفالي؟ فكان هناك اشكاليه في قضيه يعني اغلاق الاسواق من خلال ايجاد بدائل للناس لهذه الاسر الذي ربما يموتون جوعا اذا تم قطع يعني قطع ارزاقهم. فالموضوع ليس بالسهوله يعني، ليس بالسهل. السلطة المحلية بذلت جهود كبيرة، وأنا أقول هذا الكلام لا أقول، ولكن هناك جهود بذلت حسب الإمكانيات المتاحة، لكن للأسف الشديد المجتمع كان هناك صعوبة. المسألة حجر المنزلي، منع الأسواق، التباعد الاجتماعي، لكن أنا أقول بأنه الأمور تتحسن إن شاء الله تعالى، والآن كلما يعني تضاعفت الحالات أو زادت الحالات بدأ الحالة الخوف والهلع عند الناس تزيد، بالتالي هناك التزام من قبل شريحة كبيرة. طبعا نحن أسفنا كثيرا يعني أننا نشاهد هذه المشاهد التي ذكرت، أسفنا كثيرا بالذات نحن في إدارة الإعلام والتثقيف الصحي، نشعر مسؤولية كبيرة أنه يجب أن نوصل الرسالة الصحية لهؤلاء الناس، لكن مع ذلك يعني نقول أنه سنبذل الجهود قدر المستطاع حتى نصل الرسالة لكل الناس، ويكون هناك التزام، لأنه نحن لا يوجد لدينا من وسيلة لمواجهة هذا الوباء إلا التوعية والتثقيف والتباعد الاجتماعي والوقاية الشخصية، لأنه نظامنا الصحي لن يصمد شكراً لأيام إذن ربما أو لساعات يعني. إذن شكراً سيد تيسير السامعي نائب دائرة الإعلام والتثقيف الصحي، كنت معنا من تعز. ينضم إلينا أيضاً من ألمانيا طبيب التخدير منصور الشرفي، مرحبا بك معنا سيد منصور. اهلا اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير لمشاهديكم ولكم ولجميع ابناء الشعب اليمني. نعم، وانت بخير وصحه وعافيه. هنا تصريح سمعناه في التقرير حول رجل كبير في السن يشير الى انه هذا المرض لم يخصص لليمنيين ولا للعرب، وانما خصص لليهود والنصارى كما اشار، وأيضا هذا يظهر مدى التساهل المواطنين مع التعامل، أو هي عينة تساهل المواطنين مع التعامل مع خطورة انتشار مرض كورونا في البلاد. ما هي أبرز ملاحظتك على التعامل مع كورونا سواء من السلطات وأيضا من الشعب وهذا التساهل من قبله؟ طيب، الحقيقة يعني ومن المؤسف أن نسمع مثل هذه الأطروحات، وللأسف الشديد سمعناها أيضا من زملاء في اليمن. كان هناك بعض الزملاء ما زال يكذب وجود الفيروس وما زال يطرح نظرية المؤامرة وأنه لن يضر أحدا وأنه لن يؤثر على الناس ولا على حياتهم، لكن في النهاية وجدنا الضحايا يسقطون واحدا تلو الآخر سواء في عدن أو في صنعاء. وتواصلنا مع الزملاء في اليمن سواء في عدن أو في صنعاء أو في محافظات أخرى فعلا كان يشتكي بعض الزملاء من الطواقم الطبية أن هناك زملاء أطباء ما زالوا يكذبون موضوع الفيروس، وهذا طبعا مؤثر جدا لأن الناس يسمعون من هؤلاء الأطباء ويحترمون رأيهم وبعد ذلك يستخفون بالمرض وبالفيروس ويستهترون بهذه الإجراءات التي ينصحون بها. والأستاذ براء شيبان قبلي ربما تكلم عن شيئين رئيسيين في مكافحة الفيروس، لدينا عمودين رئيسيين، السلطة والتوعية أو الشعب المجتمع. إذا لم يقم واحد منهما بدوره بشكل صحيح فالوضع سيكون مأساوي. للأسف الشديد نحن فعلا في وضع لا دولة،
سواء في جنوب اليمن أو في شماله أو في الأماكن الأخرى. ولذلك رأينا أن الإجراءات صفر صفر، بمعنى صفر يعني لا يوجد أي إجراء حقيقي على الأرض يحمي الناس أو يؤمن لهم حياة كريمة أو أن يعني أو أن يؤمن لهم رعاية صحية. المستشفيات تعاني وليس فيها أي إمكانيات، الحرب دائرة والناس تسقط في المعارك، الدعم يذهب للمعارك والمستشفيات تعاني والناس يموتون أمام المستشفيات بسبب هذه الأوبئة. إذن سيد منصور، في ظل هذه المعطيات التي أشرت لها، السلطة ليس لديها الإمكانية ولا الأطراف لديهم الاستعداد للتنازل لمواجهة كورونا، وإنما هم مستمرين في جنداتهم، كيف يمكن للمواطنين أن يحموا أنفسهم في ظل عجز جميع الأطراف على حمايتهم؟ وللأمانة ليس لدينا في النهاية إلا أن نعول على المواطن وعلى وعيه، ولكن أيضا لكي نصل للمواطنين ونوعيهم نحتاج إلى أدوات السلطة، وهي من ناحية إعلامية توعوية وأيضا من ناحية أيضا سلطوية مرات بالقوة. يعني للأسف يعني دعني أقول، من تواصلنا مع الزملاء في تعز كان هناك إجراءات جيدة جدا حصلت قبل شهرين بدأت، وكان هناك متابعة لبعض الحالات الاشتباه وعمل فحوصات، وكنا يعني فعلا مستبشرين بهذه الخطوات. لكن أن يصل الأمر في رمضان إلى أن تقام كل الشعائر بدون أي وسائل وقاية، صلاة العيد يجتمع فيها كل هؤلاء الناس في ألمانيا في مكان في كنيس، اجتمع مجموعة من الناس لصلاة واحدة، خرج 40 شخص وقد أصيبوا بهذا الفيروس، بمعنى أن صلاة العيد قد تكون يعني قنبلة موقوتة يخرج بعدها الناس، ونجد الضحايا بعد 4-5 أيام يظهرون على السطح. إذن في حال استمرار المواطنين بهذه الممارسات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلى أين سيصل بنا كورونا وسيصل بالمواطنين من خطر سيعصف بهم؟ يعني من لم يتعظ بغيره رأى البلاء في نفسه. الحقيقة الأرقام مخيفة وتأتي من العالم، إذا كنا نتكلم عن أمريكا وهي التي يعني دولة عظمى مثل أمريكا قضى فيها آلاف عشرات الآلاف وما زالوا يسقطون، فما هو الوضع بالنسبة لليمن؟ إذا كنا نتكلم أن الفيروس يعني نسبة الوفيات العالمية بالنسبة للأرقام المسجلة تقريبا يصل ما بين 7-10%، نحن نتكلم عن بلدان فيها رعاية صحية، فيها توعية، فيها سلطة. بالنسبة لليمنيين لا سلطة لا توعية لا ثقافة، وأيضا ليس هناك مناعة، ليس هناك أجسام مهترئة، ليس هناك تغذية جيدة، ليس هناك مناعة حقيقية تقاوم هذا الفيروس. فنحن نتوقع أنه سيكون يعني وقع هذا الفيروس على الناس كبير جدا، وإذا كانت نسبة الوفيات 10% في أماكن أخرى فبالتأكيد سيكون أثره في اليمن أكثر بكثير. هذا نتكلم فعلا، ونحن كلنا حرقة على أبناء شعبنا وعلى أحبتنا في اليمن، ننصح وما زلنا نعول على أنه فعلا الناس تستيقظ وتنتبه قبل أن تبكي أحبابها وتبكي يعني أقاربها. نعم، نتمنى السلامة للشعب اليمني وللجميع. شكرا لك سيد منصور الشرفي طبيب التخدير، كنت معنا من ألمانيا، وأيضا الشكر موصول لي كان معنا تيسير السامعي نائب مدير دائرة الإعلام والتثقيف الصحي في تعز، وأيضا الشكر موصول للبرا شيبان الناشط الحقوقي كان معنا من بريطانيا، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. لكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وإلى اللقاء.